صباح بالخير عليكم. وإحنا إذن كل ثلاثاء على موعد مع فقرة آفاق بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناس، مجموعة من المشروعات الطلابية إن شاء الله اللي راح نستعرضها لكم، وأيضا مجموعة من الطلبة الخريجين يروون لنا فترة ما بعد التخرج، وأيضا كيف ساعدت وساهمت الأنشطة الطلابية في الجامعة في صقل مهاراتهم وتنمية الجانب العملي، وكيف ساعدهم هذا الشيء في الحصول على وظيفة. اليوم عندي ضيفي في الاستوديو الخريج سيف بن خليفة السعيدي، خريج جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناس تخصص قوى كهربائية. أهلا وسهلا فيك سيف، صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ، صباح النور والسرور. يا مرحبا وسهلا فيك، حياك الله. كيف أوصف لي كذا فترة بعد التخرج؟ والله فترة حلوة صراحة، فترة سريعة، مضت سريعة، تضمنها عدة يعني أشياء، منها فترة كورونا اللي يعني كيف أشرح لك، ما خلت شيء إن نسوي، قفلت كل شيء، وقفت كل الأعمال. يعني إحنا كنا في فترة من فترات كنا نشاطين زيادة على اللزوم، يعني تتكلم عن 2019 اللي هي كانت آخر سنة اللي في الجامعة، كنا واجد نشاطين، كنا واجد مشاركات، كنا واجد نسير ونقيم مسابقات وهذا، متحمسين متعطشين الجوائز وكذا، لكن فترة كورونا وقفت كل شيء. أغلب الأشياء أو أغلب الفعاليات قامت تصير أونلاين. وبالأونلاين خلنا نقول إنها ما بذاك الزود مثل لما كنا نسويها في الحقيقة يعني بالواقع. ففترة كورونا كانت شوي صعبة، وقفت كل موسم، لكن الحمد لله بعد فترة التوقف هذه صار فيه انتعاش أو فترة انتقام من كورونا، خلينا نقول اللي هي فترة 2022. نعم، فترة التعافي. هي نعم، فترة التعافي بدأت يعني أغلب القطاعات تستعيد قوتها ترجع وتستعيد وأقوى من قبل بعد، وفعاليات أقوى وتفكار شبابية يعني طموحة. جميل. وكنت كل هذه الفترة بعدها كنت ما زلت يعني في مرحلة التخرج في الجامعة أو كنت خلاص تخرج؟ لا، أنا في الفترة اللي توقفت فيها عن الدراسة في الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناس، بديت بالوظيفة في نهاية 2019 أو بداية 2020. ممتاز. فترة كورونا شوي كانت صعبة، أخرتني عن الدراسة، لأن كنت أنا تخرجت كنت في آخر فصل في البكالوريوس وحصلت على وظيفة، فخرجت بالجامعة وقلت أن أنا لما أطلع بالمرة برجع أن أدرس، لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، ظروف كورونا شوي أخرت بالدراسة، لكن الحمد لله في 2021 بدأت الدراسة في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بكلية الهندسة، ومن أسبوعين خلصت دراسة الحمد لله بعد طبعا معاناة كبيرة. احنا ما نريد دائما نقولنا معاناة ومعاناة ومعاناة، ما نريد نرسل رسالة سلبية على طلاب اللي على مقاعد الدراسة، دائما نريد نرسل رسالة إيجابية، ولكن سبحان الله الفترة الماضية كانت شوية فترة صعبة. صح. ولكن كيف أقول لك، يعني في حتى في عبارة بالإنجليزي تقول the great things never come from the comfort zone، هي واضحة وصريحة، يعني الأشياء الصعبة هي اللي تقوي الواحد، هي اللي يعني الواحد يخلي العقبات هذه هي اللي تقوي، هي اللي يعني يمشي عليها في المستقبل. نعم. ما يقول لا والله أنا عندي عقبات، أنا عندي مشاكل، أنا فترة كورونا الأونلاين صعب علينا، حول من أونلاين إلى حضوري، الاختبارات كان حضوري وذاك من أونلاين، وأجلس أرسل رسائل سلبية عن نفسي بحيث أني أنا أعرقل الدراسة مالي أو أني أعرقل مخططاتي. صحيح. ويكفيك يعني انك انت دائما تاخذ من هذه المراحل المختلفه، يعني مثلا ظرف مثل الجائحه احنا ما كان لنا يد فيه، ما كان لنا يد فيه، يعني ما أبداً. تقدر انك تعمل شيء الا انك تاخذ الخلاصه او تاخذ الشيء اللي انت تستفيده ويعني تكمل، يعني مثل ما احنا نقول ناخذ الدروس اللي اخذناها من الجائحه، الشيء المفيد بالفعل. ونترك الباقي. وفي واجد اشياء كنا نقدر نسويها في الجائحه، مثل كان التعليم الذاتي كان واجد مفيد في هذيك الفتره. صحيح. استغلال الوقت، استثمار في النفس، يعني اوكي في بعض الناس يقولون انها توقف المشاريع، توقف واجد امورنا، لكن ما يمنع ان الواحد الاستثمار خلينا نقول المالي خليه على صوب، نستثمر في النفس، الاستثمار اللي في النفس هو اللي يتم. اغلب المشاريع اللي نهضت بعد كورونا كانت الدراسه مالها، وكانت الدراسه الجدوى يعني مالها كانت في فتره كورونا. نعم. كان هذا صاحب المشروع كان هو يدرس هذا الخطه، كيف انا بعد كورونا برجع اقوى. ايوه، ما بطيح، خلاص انا والله بسكر مسمدها، خلاص انا ما بدرس، خلاص انا بسكر اي شيء في الحياه، يعني نتكلم عن الدراسه، نتكلم عن البزنس، نتكلم على كل شيء في الحياه. اكيد يقول لك الضربه اللي ما تقتلك تقويك. ايوه جميل. طيب انا لاحظ سيف من خلال ضيوفي يعني في فقره افاق انه اغلبهم جاتهم وظيفه او قدموا على وظيفه وهما في مرحله الدراسه،
الدراسة أو في فترة الدراسة. أيوة. يعني الحين أنتوا لما تقوموا بالتقديم على هذه الوظائف ما يكون يشترط فيها أنك أنت تكون متخرج أو مجتاز مثلا هو ساعات في... معينة أو تخصص. أيوة أستاذ، هو في بعض الوظائف يعني كيف أقول لك أنه لازم تكون أنت مخلص من الكلية على أساس أنك تتقدم عليها، لأن الوظائف مرتبطة بوزارة العمل. أيوة. أما في بعض الوظائف اللي هن خلينا نقول على موقع البترو جوب، موقع البترو جوب هذا موقع مختص بالشركات النفطية، هذا تقدر أنت تسجل فيه ولو كنت على مقاعد دراسة وتدخل المقابلة، وحتى أنت على مقاعد دراسة في حال أنك انقبلت في الوظيفة هم ممكن أنهم يخلوك أنك تسحب أوراقك أو أنك تسحب المقررات الدراسية وتلتحق بالوظيفة. نعم، وبعدين عاد موضوع أنك مثلا تكمل دراستك راجع بالضبط لك. هذا الشيء يعني سهل في المستقبل. لأن نعم. إحنا مثلا كان تفكيرنا أو كنا الأشياء اللي كنا نبني عليهن أو المعطيات اللي كنا نقول، أنا أتكلم عن 2019 يعني خلنا ما نقول شح الوظائف، دائما ما نريد نرسل رسائل سلبية مثل ما قلت لك في بداية الحوار. في 2019 إحنا كنا نفكر أنه أو كان المعطيات تقول أن لكل 10 فنيين بدرجة الدبلوم مشرف واحد بدرجة البكالوريوس. يعني أنت فرصتك أنك تلتحق بهذا العشرة أو أنك تكون فرصتك الوظيفية بهذا العشرة أكبر من أنك تلتحق بالبكالوريوس ويكون عندك يعني كمشرف. أنك تكون فرصتك ضعيفة، أنك تكون فرصتك أكبر وأنت تقدر توازن على حسب المعطيات، أنت تروح في الشيء اللي تشوفه أنسب لك. نعم. سالفة أنك تقدر تكمل بعدين، طبعا أنت بتكمل بعدين أو بيكون عندك ما بس كمل دراسة، أنت بيكون عندك خبرة في نفس المجال. نعم ممتاز، هذا بالنسبة عن فترة أو مرحلة ما بعد التخرج في الجامعة نفسها، كيف كانت الحياة، كيف كانت الأنشطة الطلابية، إيش اللي كنت تعمله وإيش اللي حسيت أنه ساعدك في الحصول على هذه الوظيفة أو حتى ساعدك في أنك أنت تصقل شخصيتك وتقويها. هي شوف المقابلات الوظيفية نوعا ما تكون تكنيكال يعني في الشيء اللي انت دارسنه، ولكن في جانب ثاني كثير من الطلاب يجهلوه اللي هو جانب كيف انت دورك في المجتمع، كيف انت دورك في الكليه. اوكي انا دوري في الكليه ندرس، لكن في اشياء ثانيه انت تصقل فيها مواهبك مثل الجماعات الطلابيه، المشاركات الخارجيه، المسابقات الداخليه داخل الكليه، المجلس الشارع نفس الشيء له دور في تطوير مهاراتك. بس نفس الشيء انت وقت التحاقك بهذه الجماعات لازم تكون عندك هدف، بهدف انك تنادى تلتحق للجماعة مثلا في جماعة التصوير. انا عندي مهارة التصوير مثلا، ادخل في جماعة التصوير او جماعة الاعلام داخل الكلية عشان انا اصقل مواهبي، ما ادخل على اساس ان انا والله بس مجرد مشارك او انا مجرد عضو واسير بس معهم في الفعاليات وارجع وانا اصلا ما استفدت شيء. ففي فرق بين طالب مشارك فعال في الجماعات، هذا بيكون في المقابلة يعني اكثر، نفس الشيء اكثر عنده مشاركات. يعني اتذكر في المقابلة اللي دخلتها في احد الشركات قبل أن قبل داخل هذه الوظيفة، نفس الشيء شركة نفطية سألونا عن مشاركاتي، أنا كنت عندي مشاركات لكن ما كان عندي شيء يثبت أني أنا مشارك في هذا الشيء. أوكي صح أن الكلام اللي في المقابلة قلت أنا شاركت وشاركت وشاركت، لكن وين الدليل؟ وين الدليل؟ هو كذا كان يريد يعني يشوف شيء أنت مسوينا شيء ملموس حلو. لكن في المقابلة الثانية ما تعلمت من هذاك الدرس، خلطت عندي الشهادات اللي كنت مشارك فيهن كلهن وحطيتهم على الطاولة. حتى لما أنا حطيتهم على الطاولة اللي قابلني استغرب قال ليش هذا جايب عندك؟ قلت له أنا جايب هذه الشهادة، كنت مشارك في الفعالية الفلانية، كنت منظم كذا كذا، كنت ماسك الفريق الفلاني كذا كذا. فكان هو يعني كني أنا مشي المقابلة ما المقابلة مشيت، بينما أنا لو كنت يعني أنا قارن بين ذا المقابلة وذا المقابلة حيث أنه أطلع وين الإيجابيات في هذه وين السلبيات في هذه. صح، ففادني كثير المشاركات هذه، فادتني كثير في المقابلة في الحصول على وظيفة. نعم، وميزتني بين باقي الطلاب. ممتاز. كم مقابلة عمل عملت؟ مقابلتين بس. مقابلتين. أيوة. جميل. طيب إيش اليوم نصيحة تقدر تقولها لي مثلا الخريجين أو اللي متوجهين أو اللي عندهم مقابلات عمل خلال الفترة القادمة في نفس مجالك أو في نفس مثلا أو في شركة نفطية أو في مجال الهندسة بيدخل مقابلة، إيش تقول له من تجربتك؟ استغلال الوقت، هي كلها استغلال وقت. أنا استغل وقتي حتى لو أنا كنت خريج أو كنت على مقاعد دراسة، أنا استغل الوقت وأستثمر في نفسي. أنا لست استثمرت الوقت اللي عندي وما راح يعني هباء منثورة، لو يعني خليته في أشياء تطور من نفسي، استثمرت في ذاتي، طورت في ذاتي. أنا باكر لما أروح في المقابلة شخص رايح دارس مثلا هندسة قوة كهربائية وأنا رايح دارس هندسة قوة كهربائية، هو ساير إنسان عادي ما عنده مشاركات ما عنده شيء، وانا ساير عندي متسلح يعني كنا انا داخل بسلاح هو داخل بدون سلاح. ايوه خلاص انا فرصتي الوظيفيه تكون اكبر. مثلا احنا نشوف الطلاب لما يطلعوا من الكليه يترك التخصص كامل، يتحصل انه مشتغل في مكان
بشغل يوم انه يمشي اموره وكذا ومودر التخصص كامل ماله ما جالس يطور من نفسه، ومع ان الاشياء متاحه للجميع او كل شيء في التليفون وكل شيء موجود. صحيح. تقدر انك تدخل تشوف التخصص مالك، تقرا عنه، تبحث عنه. خلينا نقول اذا كان ليفل الوظيفه 5 وانت جاينا بليفلك 4 صعب انك تنقبل، لكن اذا كنت الوظيفه ليفلها 5 وانت واصل ليفل 10 في التخصص مالك وفي المهارات اللي عندك وصاقلنها بطريقه صحيحه مستغل كل ثانيه، هذا انت بتكون فرصتك الوظيفيه اكبر واكبر. نعم ممتاز. هل هذا الشيء معناته سيف يعني من خلال هذه التجربه اللي انت خضتها انه السوق يحتاج لشخص عنده مهارات اكثر من شخص عنده مثلا معدل عالي او شخص يمتلك شهاده؟ بالفعل احنا نشوفه في عصر التكنولوجيا وفي عصر الجديد، خلينا نقول اغلب الشركات يعني واغلب القطاعات الحكوميه، خلينا نقول حتى لو وزاره الاسكان مثلا الا بتحتاج فيها ناس فعاله وانشطه فيها وفعاليات، بتحتاج ناس مصورين، بتحتاج يعني انت المهارات يعني ما بس التخصص اللي موسم دخلت فيه، يعني ممكن تخصص دارس هندسه كهربائيه الا بتحصل لك شيء تثقل فيه مهاراتك داخل المؤسسه اللي انت التحقت فيها. يعني حتى لو وزاره الاسكان خلينا نقول ان هي ما دخلها بالتصوير، ما دخلها بهذا، لكن فيها مصممين، فيها مصورين، فيها قطاع اعلامي، فيها قطاع ترويجي، فيها قطاع تسويقي. فكل هذا يخلي يطور من مهاراتك بحيث انك انت تكون افضل من المسفلها. نعم. نفس الشيء عند المهارات هذا اللي عندك تقربك اكثر حل الفئه اللي فوق، خلينا نقول انك انت معروف في اليوم الفلاني في فعاليه من يعرف يصور او ما جايبين شركه تصوير، خلاص عندنا فلان الفلاني موجود ما نحتاج شركه تصوير، موجود فلان الفلاني هو بيغطي وما متبرط ان شاء الله والامور طيبه وكذا، فانت تكون اقرب، فرصتك اقرب دائما. جميل ممتاز. طيب عندكم في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فيش ناس، كيف تقيم يعني الأنشطة الطلابية، كيف تقيم هذه الفعاليات؟ هل في عندكم فعاليات أنشطة طلابية بشكل مستمر؟ بالفعل في فعاليات واجد يعني حتى أنا اللي استغربت منه يعني أنا مقارن بين زمان إحنا اللي هو 2019 و2022 أوكي. يعني كنا في 2019 و2022 كان في مشاركات وكان في مشاركات خارجية وطلاب واجدين حصلوا على جوائز عالمية ما بس يعني على مستوى السلطنة، ولكن ما كان ظاهرة بذلك الظهور، ولكن الحين في الوقت الحالي بالأفكار الجديدة وبالتحديث اللي من بعد كورونا صار، شوف أنا من نفسي استغربت يعني المشاركات اللي قاسين سووها الطلاب، الفعاليات اللي قاسين سووها. أنا كنت يعني كنت قبل يومين أناقش مع زميلي أقول له أنا في ذاك الزمان ما كان في عندي يعني في بالي إنه ممكن أنسق مع إذاعة الشبيب ويكون الجماعة مثلا أو نادي الهندسة يكون مرتبط مع جماعة الشبيب مع إذاعة الشبيبة ويسوي هذه الفعالية اللي واجد راح تحصل لها صوت. جميل. يعني هذه التعاون وهذه الفعاليات اكيد بشكل مستمر لنفيد ونستفيد يعني ونتعلم خاصه من خبراتكم كخريجين. الحين نريد منك سيف نصيحه تعطيها للطلاب اللي ما زالوا في مقاعد الدراسه وللخريجين. الطلاب اللي على مقاعد الدراسه انصحهم بينهم يستمروا، ما يخلي عقبات، ما يخلي كل شيء صعب، كل شيء صعب ما شيء يجي بالسهل، لو كان كل شيء سهل كان كل العالم نجح، كان كل العالم حصل وظيفة بسهولة، كان كل العالم حصل درجات مرتفعة وكذا. فهذا الموقف الصعبة ما يخليها والله صعبت خاصة الدراسة صعبة، المستر الفلاني متعادي علي، الشخص الفلاني ما طايقني في كلاس، أنا ما خاصة أنا ما بدرس، أنا ما بكمل دراسة، أنا بس أدور لشيء ثاني ألتهي فيه. لا استمر، تجاوز هذه الصعوبات، خلي هذه العقبات بحيث أنك أنت ما توقف، خليك متعطش للدرجات، متعطش انك في المسابقات، متعطش انك تحصل جوائز، متعطش انك تحصل شهايد، متعطش انك انت في المستقبل تكون شيء. لو رجعت تتذكر الاشياء اللي كنت تسواها تقول والله انا ما بنيت نفسي الا بالمشاركات هذه، بالاشياء اللي انا سويتها، ما كنت انسان عادي، ما كنت انسان أسير بس أخلص دراستي أخلص كلاسي وأطلع، لا أنا كنت إنسان فعال واستمريت فعال وهذا الشغف ما مات فيني، استمريت فعال لين حصلت الوظيفة وتقربت إلى يعني الحلم مالي بطريقة صحيحة.
جميل، هذه نصيحتك للطلاب الخريجين، ايش تقولهم؟ الخريجين استثمروا وقتكم، الاستثمار جدا جدا، احنا نعرف ان الفرص الوظيفيه شويه شحيحه. صحيح. يعني اذا كنت انت تشتغل 100% حاول تشتغل 200% بحيث انك انت تطور مهاراتك، تطور قدراتك وتلتحق بالوظيفه اللي انت تتمناها باقل التكاليف. أتمنى لك إن شاء الله التوفيق سيف، نشكرك مشاركتنا تجربتك لمرحلة الدراسة ومرحلة ما بعد التخرج، في أي شيء آخر تحب تضيفه؟ شكرا أستاذة، وشكرا لطاقم العمل، وشكرا لنادي الهندسة باستضافتهم لي، شكرا جميعا. شكرا لك.